لن نسمح بأي تجاوز في حق النادي الأهلي ولا في حق قناة النادي الأهلي، وده شفتوه الفترة اللي فاتت وحضراتكم هتشوفوه خلال الفترة اللي جاية. لكن احنا دايما هنا في قناة النادي الأهلي بنكون دايما رد فعل، بس رد فعل ايه بقى؟ رد فعل مؤدب ومحترم وهادي، رد فعل وفقا لمبادئ النادي الأهلي ووفقا لمبادئ ولاد النادي الأهلي. كل خطوة عندنا وكل كلمة مدروسة ومحسوبة كويس جدا جدا. يمكن أحيانا بيتقال حاجات هنا بتستعجبوا عليها، أو حتى يمكن بتستعجبوا على الهدوء اللي احنا فيه، لكن دايما بكرة لما بيجي، وكده كده إن شاء الله دايما بكرة بيجي، بتطمنوا وبتعرفوا إن النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي دايما صح، دايما صح.